في الاخر احنا جبنا الحكم وحللناه. هل العزل صدر؟ ماشي. خد بالك احنا بنتكلم برضو في صالح نادي الزمالك، يعني حتى الوزارة في البيان اللي عملته الإدارة القانونية، بص الجملة اللي هي هتقولي تاني يا جماعة كده، البيان بتاع الإدارة القانونية بتاع الوزارة تاني، لأن في جملة مهمة جدا هي بتتكلم عن صالح نادي الزمالك. يعني بص أول سطرين في هذا البيان أو السطر الرابع، وأكدت اللجنة القانونية بالوزارة حرصها الدائم على استقرار كيان نادي الزمالك أخذا بعين الاعتبار الاحترام الكامل للأحكام القضائية وتنفيذها فور صدورها بشكل نهائي وباد. يبقى إذن الأصل هو استقرار كيان نادي الزمالك، وكلنا يهمنا استقرار نادي الزمالك بعيد عن الشخوص. إذا كان استقرار نادي الزمالك واللوائح تجيز لرئيس النادي الحالي في حالة أنه هو شروط العضوية مختلفة عن شروط الترشح، ومن حقه يترشح خلاص، مش من حقه يترشح خلاص، كل دي أمور قانونية. الأصل هو استقرار نادي الزمالك. يعني الواحد نفسه بجد، يعني سواء باستمرار الرئيس الحالي أو برحيله، أن يجي سين يجي صاد أو ما يجيش، أو الدنيا تمشي إزاي، المهم نادي الزمالك يستقر. نادي الزمالك منشأة رياضية مش عادية في مصر. دي أولا منشأة رياضية اجتماعية، لها دور اجتماعي كبير جدا، لها دور رياضي كبير جدا، جماهيرية في كرة القدم ضخمة جدا في كل الألعاب مش بس في كرة القدم. فلازم السعي الدائم لكل المعنيين بهذا الأمر، من أول السيد وزير الشباب والرياضة لكل الناس، إنهم يفكروا كيف يستقر نادي الزمالك، لأن بجد إحنا زهقنا من كتر الأزمات اللي بيدخلها نادي الزمالك ويخرج منها ويدخلها ويخرج منها ويدخلها ويخرج منها، وفي الآخر الذي يدفع الثمن هو نادي الزمالك. وشفنا جزء من الأزمات اللي موجودة دلوقتي وعدم الاستقرار في كل الألعاب وفي كل الرياضات وعلى المستوى النادي والإنشاءات وكل حاجة بسبب عدم الاستقرار. فنتمنى أنه يوصل الأمر لاستقرار نادي الزمالك، سواء باستمرار رئيسه الحالي أو بعدم استمرار رئيسه الحالي، ده مش موضوعنا. احنا موضوعنا ان احنا نقول الخبر ونحلله ونقول تبعياته، لكن أصحاب القرار مش احنا. أصحاب القرار هم السيد وزير الشباب والرياضة ومجلس الإدارة الحالي لنادي الزمالك. في هذا الإطار الكابتن حسين لبيب على طول عمل بيان اهو أطلعه لكم بسرعة. هطلع لكم بس البيان بتاع الكابتن حسين لبيب. هو عمل بيان يعني عايز يقول فيه ان نادي الزمالك يحتاج كل ابنائه في هذه المرحله. كابتن حسين لبيب كان رئيس مجلس اداره نادي الزمالك في اللجنه اللي عينت، لجنتين اتعينوا قبل مجلس الاداره الحالي، لجنه بقياده اللواء عماد ولجنه بقياده الكابتن حسين لبيب. كابتن حسين لبيب بعد لجنته مشي، اتعملت الانتخابات، جه المجلس الحالي. كابتن حسين لبيب عمل بيان وقال ان استقرار نادي الزمالك مهم جدا، وان الاحداث الجاريه بتؤثر سلبا على النادي، وان المفترض الفتره الجايه تشهد استقرار نادي الزمالك، وده المهم. والاستقرار ده زي ما قال كابتن حسين لبيب وزي ما كل الناس بتقول، الاداره الحاليه والاداره السابقه والاداره القادمه، لن يستقر الا بايه؟ بتظافر وجهود ابنائه.